السلام عليكم. هذا الفيديو هذا ميساج لخوتنا السعوديين ومن خلالهم الى ولي عهدهم محمد بن سلمان، وكذلك مسؤول الترفيه والشطيح والرديح تركي الشيخ. هذا كل راكم معنيين بهذيك الرايه، رايه السعوديه. البلاد بلادكم، بغيت تغيروا لها التوجه تاعها من الدين الى الفسق والفجور والرديح، بحر عليكم. بلادكم من بكري وقت الجاهليه وانتم هذاك هو طبعكم. يمكن الاسلام جاء وبدل لكم شويه العقليه كما هكذا، بعد عليكم هذاك الجهل، لكن من خلال تركي الشيخ ومحمد بن سلمان رجعتوا لزمن الجاهليه. لكن الرايه تاعكم، راية السعودية، هي الراية تاعكم، ازهوا بها على روحكم. لكن كلمة التوحيد اللي في الراية هذيك ماذا بيا تنحيوها؟ هذيك لا إله إلا الله محمد رسول الله، ماهيش كيما هكذا. شفنا هذا الفيديو هذا، شوف كيف راي يستعملوا هذا الراية تاعكم، راية السعودية في غير محلها. كلمة التوحيد ما تجيش مع الموسيقى، كلمة التوحيد ما تجيش مع الشرح، كلمة التوحيد ما تجيش مع التفاهة، كلمة التوحيد تعلى تجي في مقام عالي. على كذاك قلنا لخاوتنا السعوديين ماذا بنا تنحوا هذيك كلمة التوحيد اللي في الراية تاعكم وروحوا عموا بحركم. هذا مكان، اتهلاوا في رواحكم. السلام عليكم.